هشام النحاس. ده ايه ده بقى هشام النحاس؟ ده رئيس شركة مصر للتموين والخطوط الجوية. وسامح الحفني اللي هو واقف ده أول واحد. ده رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للتموين. والتاني اللي جنبه؟ أو التاني هشام النحاس. منور يا اسلام بيه، منور تنور. حميد
مين؟ لا مش جملة سيد الأخلاق، الواحد عارف يعني يعني